طيب دكتور حسن كمال رئيس البعثة الطبية في غانا، مساء الخير يا دكتور. دكتور حسن مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. طمنا عن هشام صلاح، يعني شفنا اللقطة النهاردة وهو خارج وإصابة وكان بيبكي، فطمنا عليه. والله هو حالة هشام، أنا بلغوني بإصابة هشام، أنا كنت في مجمع اللي بيقام فيه البوكس والتايكوندو لأن ده يوم حافل يعني، فجت لنا الخبر من الناحية التانية من عند الهاند بول، فتوجه هو للمستشفى وأنا طلعت على هناك مستشفى غانا الجامعي، هي مستشفى مجهزة جيدا جدا يعني، مستشفى مفاجأة بالنسبة لنا يعني، بس احنا كنا شفناها قبل كده. فوصل وبصينا عليه، اتأكدنا الأول إن عظمه سليم لأن هو كان متألم جدا، وبعدين عملنا كشف مبدئي على الأربطة. الحمد لله يعني الصورة المبدئية إن شاء الله إن هو التواء أربطة بس، ممكن يكون في تمزق خفيف في الرباط الداخلي، لكن ثبات الركبة يبدو ظاهريا إن هو مبدئيا ان شاء الله. بطمن الناس يعني ان هو ان شاء الله يكون موضوع بسيط، لكن طبعا مش هنقدر ندي القرار النهائي غير بعد عمل اشعه الرنين، ودي هتتعمل بعد بكره لان الركبه كانت متورمه شويه فيها ارتشاح، وهو الوقت بتاع الرنين كان هياخد وقت طويل، فخدنا ميعاد ان شاء الله بعد بكره صباحا هنعمل الرنين ونطمنكم بقى الشكل النهائي. لكن هو الحمد لله كان كويس وجه على المطعم بعد كده، هو كان قلقان شويه، اطمن الحمد لله بدا يدوس، جبنا له عكازات وربطنا الركبه بتاعته كويس، والحمد لله الدنيا ماشيه معقول يعني، وبدا اوريدي يعني. احنا معانا جهاز اللي هو الجيم ريدي، ده جهاز بيستخدم، جهاز حديث جدا بيستخدم في الاصابات لمنع التورم، الحقيقه بدانا على طول وان شاء الله باذن الله يبقى كويس. يا رب ان شاء الله نطمن عليه. هل يا فندم الاجهزه اللي مع حضرتك كلها كافيه؟ يعني مع حضرتك جهاز القلب والاجهزه اللي احنا بنسمع عنها حديثا دي طبيا؟ بص احنا جهاز القلب احنا جايبين منه نسختين من احد الشركات العالميه يعني، بنتحرك بيهم عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه في موضوع عضله القلب والموت المفاجئ في الرياضيين بقى للاسف الشديد، حاجه بتتشاف بنسبه يعني لسه قليله لكن حاجه خطيره طبعا، فاحنا مجهزين على اعلى مستوى، معانا اجهزه علاج طبيعي، معانا فريق عمل الحقيقه متميز جدا وبشكرهم واحد واحد على المجهود الكبير اللي بيبذل، فالحمد لله يعني. احنا النهارده يمكن كان الزملاء الصحفيين جم عندنا البعثه، كانت بعثه الجزائر بعت لعيبه تكشف وتتعالج عندنا احنا ما شاء الله، لان احنا الحمد لله طبيا مسمعين في الدوره كلها، فالناس بتجيلنا قبل ما تروح البولي كلينيك بتاعت الدوره يعني. ما شاء الله، يا رب يا رب دايما يا فندم. احنا بعد احمد رفعت عندنا حالة حزن شوية وحالة قلق وخض، ربنا يا رب يقومه بالسلامة، فعشان كده دايما بنسأل ونستفسر. والله ربنا يقومه بالسلامة. أنا بس ليا ملاحظة هنا يا كابتن سيف. اتفضل يا فندم. موضوع اعتلال عضلة القلب عند الرياضيين والمشاكل اللي بيحصل بسببها فكرة الموت المفاجئ، أنا كنت سمعت بعض الإشارات لأن المنشطات وما شابه، لا هو الموضوع ما فيهوش اتهامات. الموضوع ده علم كبير جدا. اللاعب في لعيبه كبار جدا كان عندهم موضوع الاعتلال في عضله القلب، ده له علاقه بحجم عضله القلب والدم اللي واصل للعضله، الرياضيين بيبقى عندهم عضله القلب حجمها كبير شويه، فممكن ده يؤدي لاعتلال اجزاء من عضله القلب ويؤدي للموت المفاجئ، ده احد الاسباب يعني الشهيره في هذا الموضوع، فمش محتاجين ان احنا ندور على حاجه نقول ان هي ده اللي ورا الموضوع، لا ده موجود وموضوع بيبحث بقوه شديده، وبقى دلوقتي في وحدات طب قلب رياضي موجوده في مصر وحدتين ثلاثه، وعندنا ناس يعني خبراء في هذا المجال يعني. طبعا بس انا يقوموا بالسلامه يا طبعا. رب ان شاء الله. انا بختلف مع حضرتك في نقطه، موضوع حضرتك المكملات الغذائيه والمنشطات انتشر بشكل رهيب وبجهل، واللي بيكتبوا لك دلوقتي لا دكتور ولا طبيب ولا اي حاجه، ده مدرب بياخد الحاجات دي ويبيعها لان بقت تجاره وبقت. انا ما بنتكلمش على حاله احمد، احنا بنتكلم في امور اخرى تماما وفي العاب معينه وبتتاخد بكميات يعني دي ظاهره الحقيقه لازم الدوله نفسها تتصدى لها، لان بقت تجاره كبيره جدا وعن جهل. حضرتك بتخش اي نادي صحي دلوقتي حضرتك تلاقي باودر وناس بتاخده حقن وناس بتاخدها عادي، وواحد بيكتبها لزميله حقيقي.
احنا الموضوع ده او يعني بنوليه اهميه كبيره جدا، وانا يعني فرصه ان احنا نكلم الناس اللي بتسمعنا سواء اولياء امور او رياضيين، ان المكملات الغذائيه دورها الحقيقي في الرياضه محدود، والمكملات اللي بيتم استخدامها دي مش مكملات بقى، ده في ناس بتستخدم الملف بتاع الانديه الصحيه وما يتم اخذه وتعاطيه في هذه الاماكن في حاجات في منتهى الخطوره ويجب ان تقنن بشكل كبير جدا جدا، وساعات بتبقى حاجات ملوثة بمواد أخرى، يبقى العلبة العبوة مكتوب عليها حاجات ومضاف إليها حاجات أخرى، فطبعا ده ملف كبير جدا. بس اللي أنا طبعا ده من الملفات اللي احنا مركزين عليها جدا، لكن النقطة زي ما حضرتك قلت إن احنا بنقول في الحال طالما حالة خاصة ما بنحاولش إن احنا نبدأ فيها يعني نفكر طبعا. نشير بأصابع الاتهام لأي فكرة يعني. لكن انا عايز اقول حاجه يا كابتن سيف، هو الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده في غايه الاهميه، مش بس في المكملات، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في ملف الطب الرياضي بشكل عام، مليون في المية ان المتطوعين فيه بالاراء حاجه مرعبه، لعيبه بتنصح بعض ومدربين بينصحوا لعيبه، بنلاقي ساعات فرق كبيره جدا ما عندهاش دكاتره بيتعاملوا، التخصصات داخله في بعضها، احنا بنحاول نقنن ده، ويمكن احنا بصدد ان شاء الله، ويمكن انا هذيع ده في البرنامج عند حضرتك لاول مره، ان احنا عاملين مشروع بعد يعني ان يبقى بعد كده اي حد يعمل في المنتخبات الاول ثم في الانديه ان يجب ان يحصل على رخصه ان هو يصلح ان هو يكون في الجهاز الطبي الرياضي، يكون خد انعاش قلب، ازاي يعمل انعاش القلب، خد المنشطات وانواعها ومشاكلها، يبقى مش مجرد ان هو شغال في الطب، لان حتى الطب احنا ما بندرسش جوه الكليه ملف الطب الرياضي باستفاضه. فهنحاول ان احنا نعمل زي نوع من انواع الـ ورش العمل والتدريب، بحيث يبقى الناس اللي موجوده كلها لما لاعب لا قدر الله يقع لازم في اول لحظه نبدا على طول الانعاش القلبي مباشره، سواء الجهاز موجود نشتغل بالجهاز، والجهاز لازم يعمم ويبقى موجود في ايد كل الناس. صح. ثم اذا ما كانش يبقى انت في مني، ولا وانت في الشارع وما تعرفش يبقى انت عارف يعني ايه السي بي ار والانعاش القلبي التنفسي. فانا متفق معاك تماما ان الملف ده يجب ان يفتح وندوس عليه بقوه، واحنا بنطلب منكم كاعلام انكم تساندونا في هذا الموضوع. الطب الرياضي لا يؤخذ بالخبره، الطب الرياضي ده علم وعلم كبير وطب صعب جدا جدا يعني. طبعا يعني يا دكتور لك ان تتخيل ان انا شفت بعيني ما حدش قال لي ان واحد في جيم او في نادي صحي بيدي واحد كورس حقن انا مش عارف اصلا ده بتاع ايه، بياخدها اثناء التمرين ويجي بعد كده بيدي له كورس حقن تاني بيقول له ده بقى تنظيف. قلت له تنظيف ايه؟ قال لي عشان ما فيش حاجه بقى ترصب على الكلى وبتاع، يعني كله كده يبقى تمام. حضرتك دكتور؟ لا لا لا، بس مش تلميذ يعني، اخدت الحاجات دي وعارف انا بعمل ايه. ادي المشهد اللي ماشي في حتت كتير جدا، شايفينه يا فندم، وبنعاني منه. وبقول لك الاصعب من كده ان في لعيبه مقتنعه ان الحاجات دي مهمه جدا، فتقول له يا ابني ما ينفعش، بنقعد نتعب معاهم جدا عشان نقنعهم. بس الحمد لله انا بقول لحضرتك احنا بنسبه كبيره جدا جدا نجحنا على مستوى لاعبينا الدوليين ان احنا نقنن هذا الموضوع، ما بقيناش بنسمع زي الاول عن اللعيبه توقفت بسبب ادويه محظوره، لان الوعي بدا يزيد، عايزين نبدا ندخله في البيوت والجيمات، وده هيبقى دور كبير جدا على حضراتكم وعلى الاعلام ان شاء الله، الى ان ننجح في ان احنا نقضي على هذه الافه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، نطمن على حضرتك بالسلامه وترجعوا بالسلامه ان شاء الله باذن الله. بشكرك. الله يسلمكم. شكرا جزيلا دكتور حسن كمال، رئيس البعثه الطبيه في غانا.